طيب استأذنكم انا، وان احتجتوا حاجة ابقى قول يا محروس. عايزاك وانا والله انا مش بهزر. يوه وانا يعني اللي بهزر؟ روحي نتقابلوا في البيت نتكلموا براحتنا. لا مش هينفع، انا عايزك دلوقت هنا. ما ينفعش الناس تشوفنا يقولوا ايه؟ ناس مين؟ انت بمزاجك ولا ايه؟ مرة تقولي الناس مش هماك، ومرة تقولي لازم ناخد بالنا. هو في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ شايطة كده ليه؟ انا حامل. طب مبروك، يتربى في عزك. انا مش بهزر. بقول لك ايه؟ انا مش عايز وجع دماغ. روح البيت بدل مامي تدور عليكي وما تلاقيكيش. شوف انا بقول لي وهو بيقول لي، بقول لك انا حامل. طب وانا اعمل لك ايه؟ هو ايه اللي تعمل ليه؟ وانت مش واخد بالك ولا ايه؟ واخد بالي من ايه؟ واخد بالك ان اللي في بطني ده هيبقى ولدك. بقول لك ايه؟ انا مش فايق للهبل ده على الصبح. هبل ايه؟ انا بقول لك اللي حصل وانت لازم تقول لي هنعمل ايه. بقول لك ايه يا بنت المجانين انت؟ انا مش ناقص. ابعد عني. مش ناقص. طب خلي بالك ان انا ولا يهمني، هقول حتى لو فيها موتي. انا ما خلفش واد ولد حرام. نزليه. ايه؟ هنزله؟ لا انسى. ان كنت فاكر انك تاكل الوكلة وترمي اللي فايد منك في الترعة تبقى غلطان. انا لا اب ولا ام ولا أخ، يعني وحدانية. وإن كنت فاكر إني أخاف على شكلي وسمعتي في البلد أقول لك طز، مش مهم. المهم عندي إنك تبقى مفضوح زي. ولا أعرفك. وروح ارمي بلاكي على حد تاني. بقيك ديه؟ يا أهل البلد، يا أهل البلد. بنت المجانين، أنت مجنونة. مجنونة. وإنت لسه ما شفتش الجنان اللي على أصلي. تفضحي نفسك عادي كده؟ كده كده الفضايح جاية جاية، تبقى فضيحتي وفضيحتك. وهون عليكي. ما أقول لك إيه؟ شغل التعابين ده أنا ما أحبهوش. هي كلمة واحدة، هتعمل إيه يا حسن؟ نفكره. لا يا حبيبي، الحاجات دي مش عايزة تفكير، وحلها واحد ما فيش غيره. اللي هو؟ نتجوز. طبعًا. ما أنا كنت عامل حسابي على كده. خلاص. طالما انك كنت عامل حسابك على كده يبقى نتجوز دلوقتي النهارده حالا. يا بنت الحاجات دي ما تجيش كده، الحاجات دي عايزه ترتيب. وانت لما كان بيجي لك مزاجك انت بترتب ولا بتحضر؟ جرايه جرايه يا ابو المرجله. واه واه واه، فين مفيده الهاديه الجميله المطيعه؟ هاديه وجميله ومطيعه ده لما كنت بتخاف علي وحس منك انك قلقان مش عايز تسيبني. من دلوقتي اللي انا شايفاه قدامي خسه وندالة بعيد عنك. لا انا بس اتفاجأت يا مفيدة. ليه؟ وانت كنت فاكر اللي بنعمله ده اخرته ايه؟ اخرته اسكندرية ان شاء الله. دمك خفيف قوي. بقول لك النهاردة الليلة يا حسن، انت فاهم؟ ايه ده؟ عايزه يا بت؟ ما ردتش علي. الصبح الصبح دلوق. وبعدين معاكي. لا بقول لك ايه، وحياة النبي انزل اقول لابوك. انزلي. يعني مش همك. انزل استنيني انا جايلك على طول. ليه ان شاء الله؟ ما تقولي اللي انت عايزه هنا. يا بت انا كلمت محروس واتفقت معاه نروح سوا للمأذون عشان اكتب عليكي ويبقى هو شاهد. صح يا حسن؟ حياة النبي صح. طيب لما نشوف آخرتها معاك. صح يا حسن؟
انت جايبني هنا عشان نجري الفتحة؟ تجريها بس مش دلوق. مش هنجري الفتحة يا حسن؟ تعالي الأول. في 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 انت جايبني هنا ليه؟ مش عايز اسمع حسك. مالك زي ما تكون عامل عملة. انت عايزة تفضحيني أنا بنت الكلب؟ مفيدة مفيدة رد الله يخرب بيتك. فريدة مالك يا بت؟ الحقيني يا ست فريدة، الحقيني ازاي جعلك النبي؟ انا بموت. يا نهار ابوكي اسود يا بت المفضوحة، ايه اللي عملتيه ده؟ الحقيني انا بموت يا ست فريدة. اعمل فيك ايه دلوقتي؟ مش عايزة اسمع حسك، مش عايزاكي تتكلمي. حاضر. قومي واد يا متولي، جيب التوك توك تعالى هنا على البيت يا واد. ايه يا عم ايه يا عم، انا قلت انت رايح في سابع نومه. مالك يا صاحبي مالك؟ في مصيبه. مصيبه خير كفر الله الشر. البنت مفيده. ايه ضربتها وبتهددك ولا ايه؟ لا لا، امال مالك قلقان منها كده ليه؟ دي بنت ولا تسوى. يا عم كبر دماغك، اعمل انك ما تعرفهاش، اعمل انك ما تعرفهاش. ماتت. ماتت؟ يلا خدت الشر وراحت. انا بتكلم جد. جد؟ مين دي اللي ماتت؟ انا قتلتها. قتلتها؟ يا دي المصيبة، قتلتها ليه؟ اللي حصل ما كنتش اقصد، انا كنت عايز اسقطها بس. وجدتها فين؟ جنب المجام. جنب المجام؟ يعني قتلت القتيل ورميته في الشارع عشان اللي رايح واللي جاي يشوف المصيبة اللي انت عملتها؟ قوم وريني وديتها فين؟ قوم تعالى تعالى، ما تخافش، الناس علينا. هي فين؟ كانت هنا. طرحتها ايه؟ انت متأكد انها ماتت؟ اه. طب تعالى معايا، تعالى معايا. على فين؟ تعالى، مش لازم حد يشوفك هنا خالص، وبكره الصبح هنعرف ايه اللي حصل. لا انا مش هتحرك من هنا غير لما اعرف جدتها راحت فين. راحت في 60 داهية، هي واللي جابوها، هي واللي جابوها. مش لازم حد يشوفك هنا، ما نتصلح بيها، هتودي نفسك في داهية. طب هنروح فين؟ ايه هنروح. لا لا مش عايز اروح، انا مش على بعضي ومش مطمن. تعالى بات عندي، تعالى بات عندي. لا انا عايز اقعد لحالي، اقعد لحالي. تقعد لحالك؟